على مشارف الرمادي طوقت قوات الأمن المدينة قبل أن تطلق هجومها المدمر على مقاتلي داعش. مع التفوق الجوي توغلت القوات العراقية لمسح المدينة شارعا تلو الآخر مغطية جميع المنازل، كاشفة عن العبوات الناسفة والمعدات الدعائية التي تركوها بينما فروا من القتال. تحدث بعض المواطنين المحررين عن الحياة تحت سيطرة داعش. قاعدين ببيوتنا، هل موجود عندنا؟ لا والله، كل حن بالسوق نجيب نشتري، ولا والله عندنا هل تم المعفن ناكل بيه والعدس ونقول الحمد لله والشكر، بس الله نجانا وفكنا من هالشدة هاي الحمد لله. والله عايشين، والله عايشين هذول هنا ولحيتهم وشيتهم ويخافون، سدوا المدارس علينا كنا ندوم بيها هاي مع الانتصار الغادي، سدوا علينا اول ما جمي ولا المريض تطلع وياها محرم ودريع وبوشية وجفوف وجواريب. والله احنا حاصرنا داعش خي، ولمن انجا جيش احنا رحنا علينا، شلنا الراية ورحنا على الجيش، وخلف الله عليهم ساعدونا جابوا العوائل، احنا محصورين صرنا هناك، حاصرونا داعش، ليه خلونا نطلع ولا شيء؟ لما جانا داعش خلف الله، جانا الجيش خلف الله علي رحم الله والديهم وخلصونا من داعش. طبعا العمليات المشتركة فتحت ممر آمن آخر لتسهيل عبور هذه العوائل، وهو بالطريق كريشان بالقرب من تلت تمشيد، هناك أيضا نقطة ومفرزة من القوات العراقية لاستقبال هذه العوائل. حتى مع النصر في هذه المعركة ثمن الحرب غالي لكل العراقيين. أخوان، حتى نتكلم بصراحة، هو النزوح مشكلة بحد ذاته. النزوح لا يستطيع مهما كانت حكومة المحافظة والحكومة المركزية لديها القدرة ولديها الإمكانية أن توفر مستلزمات عيش حقيقية لهؤلاء النازحين، لكن نحن نتكلم اليوم نعيش ظروف صعبة، اليوم نعيش ظروف طوارئ، وأكيد عندما تعيش العائلة في ظروف طوارئ أكيد هي اليوم تكون في أزمة أو أنها لا تستطيع تقديم الخدمات الضرورية للنازحين في المدينة السياحية. حاليا احنا ناصبين مخيمات جديده تستوعب 500 عائله مهيئين للخروج من مدينه الرمادي ان شاء الله بمساعده المنظمه النرويجيه ومساعده مجلس محافظه الانبار بتوجيهنا السيد المحافظ المحترم. بينما تستلم العوائل العنايه اللازمه والرمادي تصبح امنه من جديد، القوات العراقيه متحده في قتالها من اجل العراق. تعايش اخوي، بالعكس إذا يوجد فضل لداعش على الأنبار وعلى الجيش والشرطة والحشيد أنه تآلفنا واستأدت اللحمة وأصبح عدونا واحد، تكاتفنا وتعاضدنا في سبيل القضاء على داعش، وابن الجنوب يقاتل في الأنبار، ابن الشمال يقاتل في الأنبار، ابن الأنبار يقاتل في البصرة والمحافظات الجنوبية، متعايشين أخوة أحبة، لا الجريح من الشرطة أو من الجيش، أبو الجيش ينقذ أبو الشرطة وأبو الشرطة ينقذ أبو الجيش، وكذلك الحشد وأبناء العشائر، روح واحدة قتالية واحدة. همنا الكبير هو انتصار العراق وطرد كيان داعش من محافظة الأنبار ومن العراق كافة.